حلم الحادية عشرة يراود جمهور الأهلي العظيم يوما بعد الآخر. جمهور الأهلي الذي يقف خلفه فريقه أينما حل وارتحل لكي يقف على منصات التتويج في كل البطولات، فهو اللاعب رقم واحد. فما بالك أن يكون جمهوره حاضرا بسعة جماهيرية هي الأكبر منذ سنوات لخوض مباراة هامة ومصيرية أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات من دور أبطال إفريقيا. قدم هذا الجمهور ملحمة كبيرة، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي مباراة، بأن تنفذ 50,000 تذكرة بالكامل خلال 8 ساعات فقط، وهو ما يعكس مكانة النادي الأهلي وقوة جمهوره. فهنا أعظم جمهور في الكون قولا وفعلا. هنا الأهلي، هنا التاريخ، 144 بطولة في 116 سنة. هنا المبادئ والقيم، هنا ملك الكرة المصرية بدون منافس، هنا ملك القارة السمراء المتربع على عرشها في 10 مناسبات. أنا الأهلي، جمهور يحترم كل الأندية العربية والإفريقية وكل أندية العالم، جمهور يضرب به المثل في الالتزام والتشجيع المثالي. وسيرى العالم أجمع يوم المباراة الجمهور الأهلاوي الذي عهدوه على مر التاريخ. فالرهان دائما ما يكون على وعي جمهور القلعة الحمراء المساند والداعم له، بل هو المحرك الأساسي لمنظومة النجاح. أهلا بالأخوة الأشقاء في بلدهم الثاني، بل الأول مصر، في سهرة رمضانية كروية ممتعة من ليالي ألف ليلة وليلة، يزينه حضور جماهيري مميز يزيد من حلاوة اللقاء في أعرق ملاعب القارة، استاد القاهرة الدولي، ملعب الأهلي التاريخي الذي أفرحنا وزف لنا البشريات عبر العقود.